أسامة هوساوي قائد الفريق الهلالي، عفوا أسامة أحييك، شكرا لكم ولن أنساكم. سأسألك أولا عن المباراة اليوم، تجلى الهلال بشكل قوي، تفاعل مع هذا الحضور الجماهيري ليس فقط عطفا على تسجيل الأهداف الكثيرة وإنما أيضا على مستوى الأداء الهجومي والدفاعي بالنسبة للفريق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، ألف ألف مبروك لجميع الهلاليين، وصراحة مباراة كبيرة حظوظ لفريق بني ياس. صراحة من رسالة للجماهير، يعني هذا يعني يمكن هذا تقريبا أول حضور لهم هذا الموسم، نشوف الفريق كيف يعني قدم مستوى ممتاز. أتمنى يعني يمكن أنا ماشي بس يعني نشوف من بداية الموسم ما كان في حضور، ما كان طبيعي ما يكون في هذا، أما الجمهور يوم يحضر يملي الملعب طبيعي بيكون في تفاعل من اللاعبين، حتى اللاعب يعني بنفسه يحاول يخجل في الملعب، يخجل في الملعب اذا حس اذا شاف الجماهير يعني ملي الملعب يخجل ويعطي عطاء ممتاز. يعني رساله للجماهير انها تستمر على هذا الحضور، ويتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مباراه كبيره، استغلينا الفرص، يعني حتى الحمد لله يمكن يو عوض كل الفرص اللي كان يضيعها في فتره سابقه في مباراه اليوم، الحمد لله قدمنا مباراه ممتازه وان شاء الله الفريق يستمر، واتمنى لهم التوفيق. اليوم سنغهور لم يظهر كما هو اعتدنا منه، لاعب على الأقل في الألعاب الهوائية ليس باللاعب السهل، أنت وماجد المرشدي كنتما في الموعد مع هذا المهاجم. أول شيء شوف يعني أتكلم مثلا على أخطاء كرة القدم، هذه كرة قدم فيها أخطاء واردة، مو بس مسام أو ماجد أو البيشي أو زوري أو سلمان أو الحارس رحيل أو حسن هم اللي يخطئ، كل الناس تخطئ في الدنيا، وطبيعي في كرة القدم يجيك خطأ يجيك خطأين، هذه كرة قدم، يعني الناس أحيانا تكبر الخطأ تخليه كأنه مصيبة صار، هذه كرة قدم وطبيعي بيصير، يعني لاعب 90 دقيقة معقولة ما يخطئ، تركيز وتعب أحيانا آخر الوقت، هذا شيء طبيعي في كرة القدم، الحمد لله اليوم قدرنا نركز 90 دقيقة، ما أعطينا فرصة لا للمهاجم شو الاسم صعب سنغهو أو حتى صراحة الفريق كله أعطى اللي عليه، يعني هي سلسلة متواصلة الهجوم الوسط والدفاع كله اعطى اللي عليه، بالتالي احنا ارتحنا في الخطوط الخلفيه. كانك تقول ابو عبد الله صالح الحمادي كان معنا في الاستوديو اللي راح، واليوم هو معنا في الاستوديو، كان على خطا مباراه الغرافه، قال اتمنى انه اندرلخت ما يشوف هالمباراه، او حتى اعتقد تكلم في العقد ماني ذاكر الجمله بشكل صحيح، يمكن كان حال كثير انه كيف لاعب بيروح كذا ويخطي بهالخطا البسيط. ما ادري عاد ارجع لكبار المدافعين بيخطوا، كبار المدافعين في العالم، ارجع لكل المباريات، يعني ما اسامه الوحيد اللي ما يخطئ في الدنيا. عاد خطا حصل اصلا سوء تفاهم، انه ما يهمني اللي يتكلم واللي يقول كذا اللي يقول كذا، بالعكس الواحد يلعب ودائم، يعني مو اول مره الواحد يتكلم عليه، بالعكس يعني الشيء هذا الكلام او الانتقاد هذا شوف الانتقاد الجيد دائم يعني خليك تحترم الشخص صراحه، اما اللي ينتقدك انتقاد لاذي او من الكلام هذا اللي ماله دائم، ما يعني مستحيل اني التفت له، بالعكس يشجعني اكثر اللي اثبت له اني في الموعد، اني دائم اعطي عطاء اكثر، واتمنى التوفيق للجميع. من الدقيقه 3 وجمهور الهلال مع اسامه هوساوي حتى اخر المباراه وانت تبادلهم التحيه بانك تلف، ساترك لك المجال تقول ما تريد لجمهور الهلال. اول شيء احب اقول الله يعطيهم العافيه، صراحة 4 سنين كانت ممتعة لي في النادي، من النادر تحصل جمهور انه يعشق مدافع ويحب مدافع في كرة القدم، الحمد لله كسبت قدرت اني اكسب حب جماهير نادي الهلال من اول مباراة لعبتها، ما اقدر اقول الله يعطيهم العافية، حتى صراحة بعد ما اعلنت رغبتي في الانتقال في المؤتمر الصحفي يمكن توقعت انه بتكون في ردة فعل يعني كبيرة، انه بيكون في غضب جماهيري، لكن بالعكس كان في كل احترام كل تقدير، حتى اللي قابلهم في الشارع بالعكس يقول روح الله يوفقك، وحتى بعد ما اعلنت يعني هذا الشيء اللي يعني شجعني صراحة واعطاني دافع اكثر، واتمنى انهم ايضا يشجعوني في مهمتي الجديدة في نادي اندرلخت، يعني الجماهير الهلالية بصفة خاصة والجماهير السعودية بصفة عامة، إن شاء الله الواحد يمثل البلد خير تمثيل بإذن الله، يعني كلمة شكرا قليلة في حقهم، الله يعطيهم العافية، وأتمنى لفريق الهلال إن شاء الله إنه يقدم المستويات الممتازة في الموسم القادم بوجودهم زي ما شفناهم اليوم، وكلمة شكر زي ما قلت لك قليلة في حقهم، الله يعطيهم العافية. حتنساهم؟ لا طبيعي، أنت بتعيش يعني 4 سنين ما هي سهلة صراحة،
وحققت بطولات ومشيت وانا كابتن فريق، يعني مو بالسهل انك تنسى يعني هذه الجماهير، خاصه انها احترمتني وقال لك زي ما قلت في كره القدم صعب انه تحصل مدافع يكسب حب جماهير، نادرا ما تحصل هذا الشيء، لكن هذا الشيء اللي يعني اسعدني كثير وعشت 4 سنين يعني حلوه صراحه في مدينه الرياض، وهذه سنه الحياه لكل بدايه نهايه، والواحد عنده طموح، عندي طموح احتاج اني احققه، مو من قبل لاجل الهلال صراحه اعلنت، والمسؤولين في نادي الهلال يعرفوا هذا الشيء، وان شاء الله نادي الهلال ايضا عنده طموح الاسيوي، اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله ابارك لهم ويباركوا لي باذن الله. اشوفك على خير. على خير حبيبي، شكرا.